لو الحكاية فيها إن فيتو هو الطيران الديمقراطي وهو تحالف سياسي وانتخابي وهو تحالف سياسي في الأساس. نحن متفقين على إن ثورة يناير وتحقيق أهدافها ووصول الثورة إلى السلطة محتاج نضال من كل القوى الوطنية وكل القوى الديمقراطية حتى تستطيع أن تصل بشعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلى السلطة. سنظل مع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مع كل القوى الوطنية للدفاع عن حقوق المواطنين المصريين في الحريات العامة وفي إلغاء حتى يسقط قانون منع التظاهر اللي موجود وحتى تغل يد الأمن في التدخل في الحركات السياسية أو التظاهرات السياسية وحتى نعطي مساحة للحرية للشعب المصري لتحقيق أهدافه. سنظل مستمرين مع حزب التحالف بنعلن تضامننا وتمسكنا وبنناضل سوا لتحقيق أهدافنا المشتركة بإذن الله.